في التشكيلة الحالية هو مهدي زفان، البقية كلهم فازوا. وراوغ بالبراعة، ضرب الجزاء لا مباراة عليها، صفر الحكم. رياض محرز خلاها مباشرة لرياض بودبوز. اسلام 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 على الحكم. رياض بودبوز في تنفيذ هذه رمية الجزاء سجل هدف واحد في 23 مباراة رياض. يستعيد رياض بودبوز، إذا لم تسجل ستخرج مع نهاية هذا الشوط الأول، ليس لأنك لم تسجل. رياض بودبوز يستعد وتسجل جول. 5-0.